وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أوضح سعادة الدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أوضح دور الهيئة في مشروع تطوير 500 خدمة حكومية، وتحديدا فيما يتعلق بالتحول الإلكتروني للخدمات الحكومية. في الحقيقة الهيئة طورت وساعدت ودعمت الجهات الحكومية من خلال إعادة هندسة الإجراءات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المقدمة لهذه الخدمات، وكذلك دعمت الهيئة جهات المعنية لـ 24 جهة حكومية في عمليات الربط الإلكتروني بين أنظمة الجهات الحكومية، اللي طبعا من شأنها طبعا سهلت وقللت الإجراءات والمستندات المطلوبة. وساعدت الهيئة كذلك في التنسيق بين الجهات الحكومية لتحسين واجهة المستخدم لهذه الخدمات الإلكترونية وتوفيرها عبر القنوات الإلكترونية من أبرزها طبعا الباب الوطنية بحرين .ch أو عن طريق الهواتف النقالة. هاي طبعا جميعها هاي المسؤولية في الأدوار جاءت بالتنسيق مع مكتب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، حيث عملنا على توفير من ضمن 535 خدمة بصورة إلكترونية شاملة ومتكاملة وبنسبة 100%.